السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مصطفى عطية وحلقة جديدة من موظف جديد، السلسلة اللي مخصصينها لموظفين الجدد بهدف تطويرهم في العمل. النهاردة هنتكلم على موضوع الحقيقة بيشغل اهتمام كبير جدا، وهو استلامة الأصل. لازم حضرتك وانت بتستلم أي أصول في الشركة اللي حضرتك بتعمل فيها ان حضرتك تسجل، يبقى في دوكيومنتيشن سواء بورق او بميل. فلو حضرتك مثلا سلمت احدى الاشخاص مثلا طلبيه معينه ومفروض ان هو يمضي عليها، فلازم ان هو يمضي عليها بورق، ولازم ان الورق ده تراجعه كويس قوي قبل ما تمضي عليه او قبل ما تسلمه لغيرك، فلازم ان هو يستلمه ويمضي عليه. لو حضرتك مثلا سلمت مثلا قسم المختص بطاقات او كارنيهات او مثلا طلبيه معينه او اي شيء، لازم ان انت تراجعها، تم تسليم طلبيه برقم كذا في تاريخ كذا ساعتها كذا حجمها كذا، كل ده لازم ان حضرتك تسلمه تم التسليم الى كذا، تكتب اسم الشخص ولازم الشخص يمضي بحيث ان انت تضمن حقك. الحقيقه بشوف ناس كتيره جدا بتتجاوز في الموضوع ده، بتشوف مثلا واحد مثلا زميله او صاحبه او صديقه في العمل مع طول العمل يقول له يا عم انت ايه بتخوني، انت يا عم مش عاوزني اكتب. لا، مفيش الكلام ده في العمل. لازم ان حضرتك وانت بتشتغل ان انت يكون عندك نوع من انواع الجديه في العمل. الموضوع ده مفهوش اي هزار، مفهوش اي صداقة. مدام استلم منك لازم ان هو يقوم باستلام والتسليم، لازم ان هو يعزز على ده. طيب افرض انا نسيت اعمل ايه؟ ممكن تبعت له ميل مثلا، تبعت له ميل تم تسليم حضراتكم 1 2 3 برجاء التعزيز على الاستلام، ولازم ان هو يعزز على الاستلام. ما ينفعش انت تبعت الميل وهو ما يعززش فانت تسيب الميل كده وخلاص، لا، لازم تمشي وراه تذكيرات بحيث ان هو يعزز على الميل، وتطلب منه انه يعزز على الميل، لان ده حق لازم ان انت تثبته قدامك سواء بورق سواء عبر الميل. وده طبعا الاسلوب الحديث وكله بيشتغل بيه دلوقتي، لازم ان حضرتك تثبت حقك بالميلات وما تسيبش حقك كده. ارجوكوا، دي من اكتر الاشياء اللي بشوفها غلط بعض الموظفين بيعملوها. لازم ان انت تراجع الورق كويس قوي، تراجع الحاجات كويس قوي. قال لك مثلا انا هسلمك، واحد زميلك مثلا في العمل هيسلمك طلبيه من قسم كذا وده زميلك وعارفه واصحابه كل حاجه، لازم تراجع وراء الطلبيه. قال لك هيسلمك مثلا 36 وحده ولقيتهم 35، لازم ان حضرتك تكتب تم تسليمي 36 فقط، ولازم تطلب تعديل المستند اللي هو طلبه اللي هو ادهولك. ما ينفعش ان انت تاخدها كده على عواهنها وخلاص، لا، راجع وراه. ما ينفعش انت تاخدها يا عم انا اخونك، لا، راجع وراه كويس قوي، لان ده مهم وما فيهاش عيب وما فيهاش كسوف وما فيهوش كل الحاجات دي، لانها حقوق لا تسقط ابدا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لا تنسوا الاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.